يا الله، السلام عليكم. تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا حلقة خاصة عن أحد أنواع الحيوانات اللي هو السنجاب. سبق وأن وانا علي الفيديوهات السابقة وشفتوا شلون جبته. تقريبا راح نتناول الفيديو يكون خاص بالسنجاب. هسه هاي الحمام الملكة أول ما دخلنا سوينا لها هذا السعف، لأن خطية لما عش بهذا المكان، وعدلنا هاي مالتها السلة وخلينا لها سعف. يعني لازم من نشوف طير أو أي حيوان عندك مكان شمس أو مكان مو أمين، يعني حاول أنت ترتب له الوضع. يعني أنا مجرد خليت السعف بهاي الحافة حتى تحميهم من الشمس على أقل تقدير. هنا لازم من ندخل ما ندخل ايدينا فارغة، طبعا لازم نجيب لهم ويانا فتشي. وهذا البيض السلك طبعا جدا مهم، خاصة بهذا الوقت، لان هذا الوقت ممكن انه تكثر به الامراض. مثلا بدأ الجو تقريبا بالنهار هو حار الدنيا بعدها، بس بالليل بدأت تبرد الدنيا، فلازم واحد يعتني بموضوع التغذية. تعرفون أنا علاجات ما أستخدم نهائيا نهائيا، يعني أي شيء مكملات ما أعرف شنو ذكرين ما أستخدمه، مخلي الشيء على الطبيعة. فمن الأشياء الطبيعية أعطيهم بيض سلك، كلش مفيد طبعا لهم. هذا هو السنجاب. طبعا هسه هو جاي ياكل هذا الآلو، ما اعرف شو يسمونه، الانجاص يمكن، وياكل هذا القشر مالته، اللب مالته، سبحان الله يظل يمزمز على قولتنا. شوف شو اربه. طبعا هو انا جبته بوقت يعني مو وقت مناسب، يعني لان تعرفون هذا ما يتواجد بكل وقت، يعني نادر ما تلقون واحد يبيع سنجابه وكذا، ومو بكل الاوقات. فانا جبته لسوء الحظ طبعا بوقت مو مناسب، بس قدرت اتعامل وياه وكانما ما خليته يحس بفرق الجو. هذا شلون يعني جبته بالصيف مثلا، ابرد له المكان اللي هو هذا بيه. طبعا هذا مكانه كله ما مقتنع بيه نهائيا، راح اسوي له مكان كلش حلو وواسع، بالاضافة الى ارتفاع عالي. ان شاء الله اسوي له 3 امتار هيك على طول المحمية، يعني ومتر هيك متر مثلا، متر وربع العرض مثلا، واصعده للسقف واخلي له اغصان. طبعا هو الانتقالات بين الاغصان كلش حلوة، انا لاحظت هاي الميزة بيه، شلون ينتقل من مكان اللي يقمز هيجي. هو وقت الظهر لازم تخلون له هسه اللي عنده سنجاب مثلا او هذا، شو يحتاج بالصيف يبرد نفسه. شلون انا مخلي نفذ وعاء صغير بمي، فانا ملاحظه كل شويه يجي يسبح ويرجع ينام، ينمط هنا بهاي الحافه مجمع ذن هذا الخيش مال الليف مال النخل، مجمع بالطرف هنا أنا وينام. ويبدي مسنح الظهر كله هو نايم، يعني كل شوية يجي يسبح ويروح يرجع ينام يبرد نفسه. فأنا بدوري شنو أبرد لهذا المكان، أرسل الحائط مثلا السياج، لأن أنا جبته بوقت غير مناسب، فلازم الظهرية أو أبرد للأماكن اللي هو يتواجد بيها. ما شفت علي فد اصوات يعني مزعجه وكذا وهذا. شو بس هاي القمزه مالته تخوف، يعني هو ما اعرف يلعب او هجومي ما اعرف، بس على الاغلب يلعب، يريد يلعب. يعني شلون واحد نجيب له فد اكله فد شيء نعطيها له قبل يقمز، يعني على المشبك او كيفية تربيته بالمحمية. محمية بيها طيور وبيها يعني طيور ناعمة، وطيور مثلا طيور حب او كناري او بلابل، حمام ملكي، جاوة، ذن اللي عندي انا يعني.
وحسون وعواي انواع الطيور بيها. شلون نربي هذا السنجاب او نربي حيوان مثلا جلكم الله بمكان احنا نرغب نربي بيه لكن ما يتأقلم ما يتوالف مع الانواع الحيوانات اللي مربيها بالحديقة؟ شلون نتعامل بهاي الطريقة؟ طبعا نسوي له مكان قاطع حجز. القاطع احنا دائما نأكد نقول خطية هاي الحيوانات يعني لازم نخلي له مكان واسع. طبعا هذا المكان مؤقت راح نسوي له مكان كلش كبير ان شاء الله. ونبدي اغصان وترتيبات اما نتركه بالمحمية نطلقه بالمحمية مع الطيور هذا الشيء يعني صراحة مجازفة انا اشوفه. يعني ممكن انه يروح للاعشاش او ياكل الطيور ما اعرف انا التفاصيل شنو شلون بس هو خطر يعني بالنسبة اذا فتحه بالحديقة لان يقمز وحركته سريعة كلش ويتسلق على الاشجار وهواي تفاصيل بي يعني مو مال واحد يطلق صراحة بالمحمية. فانا عازله هسه مؤقتا بهذا المكان ان شاء الله نكمل المكان مال الخانات الطيور الحب والكوكتيل اذا نسوالف في المعاكف المناقير والدجاج جارتب مكان للدجاج بعدها نتفرغ للسنجاب. هسه هذا اللي عندي ذكر طريقة التمييز بين الذكر والأنثى هو واضح يعني الجهاز التناسلي ما تنبين فما يحتاج لواحد يشرح عليه. هسه هاي شواربة ما شاء الله هسه نسميه أبو شوارب هذا بعد من هويج كلش حلوات ياكل طبعا هو بالنسبة للتغذية ياكل كلش يرم اشتطي يسحق أخضر يابس لكن هو أكله المفضل المكسرات البندق الفستق ذن السوالف الجوز هذا السوالف أكله المفضل طبعا هو هذا بالطبيعة. أما هنا إحنا ما ماكلين فستق وبندق وهاي لكن أحاول قدر المستطاع يعني نطي يعني نطي هذا السوالف هاي الفستق والبندق بس هو أنا لاحظت يأكل يعني هسه هذا فلفل فلفل الأخضر خيار ياكل خبز يابس ياكل مخلوط الحمام طبعا كل شيء فضله ياكل طبعا انا مخلي له علب وانطيه هذا مخلوط الحمام بصفه يعني دائميه دائما الاكل متوفر يمه. المي اللي يشرب بهاي المناهل او المشربيات مال هامستر الهامستر الغيني ممكن انه يشرب من يمها هذيك معلقة يشرب انا تابعه يشرب من يمها بس انا مخلي له ذاك الوعاء يعني سطل صغير تخلي له مال مي حتى شلون يسبح بيه انا اشوفه يغط ويطلع كل ياخذ له ساعة هيك يرجع يغط ويطلع اكيد يعني برد نفسه من الجو اللاهب هسه وتعرفون انا بالمحمية ما مخلي له اي وسائل تدفئة او وسائل تبريد نهائيا ما مخلي مخلي الجو على على طبيعته مثل ما يقول. ان شاء الله بالايام المقبلة ان شاء الله نحصل له فد نثية له حتى شوف شلون عملية التكاثر وعملية التزاوج مالتهم. طبعا هو بحثت انا ما لقيت المعلومات اللي انا اريد اتوصل الها لهذا الحيوان لكن على العموم انا اشوف تربيته سهلة يعني خاصة بالحديقة مثلا مجرد تخلوا له مي تخلوا له اكل اهم شيء مكان واسع لان هو واغصان بالداخل الاغصان مال نبق مال هاي الاغصان مال الاشجار يعني طبعا هو ابي شوف يلعب هسه هو اصوات ما بي ايش قد لاحظت يعني صوته ناعم جدا يعني بس احتمال بوقت التزاوج اللي هو وقت التزاوج مالته يكون بالربيع ويمكن مره واحده بالسنه او مرتين هيجي. الانثى يعني تضع
المواليد من 2 إلى 7 أو 2 إلى 6 هيجي، هالقد تجيب. يعني الحيوان كلش حلو. أنا بالنسبة إلي طبعا أنا من زمان أدور على سنجاب وهذا، فالحمد لله والشكر قدرت أضيفه للمجموعة اللي عندي. هواي شغلات جاي أكتشفها بي من خلال التربية، من ضمن الأشياء هاي القصب. طبعا بالصدفة هي جبت القصبة، هسه هاي القصبة وانطيتها له، طبعا كلش حبها وبدأ يفلس بيها. شوف هسه شلون انطيتها له. أنا منه هيك راح أوفر له، دائما أجيب له. طبعا القصب موجود، يعني إذا ما عندك تجيبه، يعني من تطلع شوف مناطق زراعية، شوف هذا تجيب له حشائش مثلا، من ضمن الحشائش هاي القصب هاي توفر إليه. شوف أخضر يابس قلنا هو كل شيء ياكل، بس أهم شيء من تربي لازم تخليه بمكان، المكان يكون شوي واسع، لأن هو يحب يلعب يحب يقمز مثلا، وتخلي بهذا المكان أغصان، أغصان بصورة منتظمة بصورة عشوائية، هو ما له علاقة بالموضوع، ما يدور جمالية، هو يدور يلعب يقمز. يعني المكان اللي ممكن انه يتكاثر به هذا الحيوان هو طبعا من القوارض، وهاي الاسنان مات يمكن النمو مالها بصفة مستمرة، يبقى العلبة مات اللي يتكاثر بيها. انا اللي شفته باحد الفيديوهات اللي موجودة بالنت مخلي لهم مثل العلبة مال مثل البياضة مال كاسكو او هيجي، فتحتها كبيرة وانتج بي سبحان الله. ان شاء الله همينا بالمستقبل بعد ما نكمل مكانه ونرتبه اسوي لهم بياضة حلوة وارتبها لهم. هسه حاليا عندي بس هذا الذكر، ما لقيت للأسف، يعني لقيت بس واحد وجبته. أنواعه وأشكاله هواي طبعا. هسه هذا تقريبا العربي هسه هو متواجد هنا عندنا. شوف ما شاء الله شلون يسلس بيها السلس، منظره كلش حلو، خاصة للحديقة، خاصة للإخوة اللي عندهم حدائق عندهم محميات. تربيه هذا جدا سهل، يعني ما يراد لعناية خاصة وما يراد لفد ديكورات معينة، لا انت بعد هالامكانيات عندك تقدر تربي. مناعته كلش قوية، انا لحد الان جاي اشوفه، طبعا جبته بالصيف، مناعته قوية يعني ما يتكاسل او كذا، وهذا امراضه يعني لحد الان هو الحمد لله والشكر مقاوم. اهم شيء بالتربية، شوف الحيوانات بصورة عامة اهم شيء، خاصة الحمام الزاجي الكناري، هاي التفاصيل. الطريقة اللي أنا مكتشفها أو مو مكتشفها وإنما متبعها مثل ما يقول، أهم شيء الهواء التهوية. الأمراض تجي أغلبها تنفسية، أغلب الأمراض هي تجي بسبب التهوية، التهوية جدا مو مناسبة فأكيد تتمرض الحيوانات عندكم، فأنا مخليها مفتوحة بالإضافة إلى أشجار بيها لتنقية الجو، فالحمد لله والشكر لحد الان ماكو امراض. وهذا السنجاب تشوفونه تربيته كلش سهله، وانا من زمان هاوي هذا الحيوان، يقمز ويلعب كلش حلو، حتى اللي ما عندهم مكان مثلا بالحديقه يقدر يسوي له قاطع ويربيه. ان شاء الله قدرت اوفي، يعني ما نسيت فت معلومة هذا، وهو يعني انت تجيب اي حيوان وحاول تبحث عنه بالانترنت هسه باليوتيوب. تحياتي للجميع.